مساء الخير على مشاهدينا مشاهدي المصري اليوم في كل مكان. مساء الخير على حضراتكم، معكم مراسلكم القرشي حسن، وموجود مع حضراتكم هنا في البساتين، بالتحديد في شارع سعد مهران التابع لمحافظة القاهرة. هننقل لحضراتكم وقعة يعني وفاة سائق ميكروباص في واقعة مأساوية. أحمد عطية رضوان سائق ميكروباص دخل عليه ابنه الشقة، تفاجأ بوجود والده ميت وعليه أثار خن. إيه القصة وإيه الحكاية وإيه اللغز اللي موجود في هذه القضية؟ معانا دلوقتي ابن عم المجني عليه أستاذ عصام عز العرب، هنعرف منه إيه القصة وإيه الحكاية وإيه لغز وتفاصيل وفاة ابن عمه. بنرحب بحضرتك يا فندم على التلفزيون المصري اليوم، وعايزين البقاء لله اولا. عايزين نعرف من حضرتك يعني استقبلت الخبر ازاي؟ طبعا زي حد ابن عمه بيتوفى، وكان الله يرحمه محترم. صدمه ابن عمك وفجاه الحق فلان توفى، كل الناس نزلت تجري، والحمد لله لقينا رجال الشرطه بسرعه، كانوا موجودين في المكان اقل من 10 دقائق. وجودهم في المكان لغاية الساعة 6 الصبح طبعا مستنيين، لغاية ما نزلوا من فوق محدش شافه برضه غير ابنه. من يوم السبت لحد الآن مش أخبار. امبارح طلعوا كل اللي كان متحفظ عليهم ما عدا ابنه، وعلى حد علمي دلوقتي هما في النيابة مستنيين تقرير الطب الشرعي احنا عشان نعرف الدنيا بتحصل ايه. هو كان شغال ايه؟ وراجل شغال على ماله، راجل سواق ميكروباص وصاحب الميكروباص اللي هو شغال عليه. راجل وضعه متكسر، مش ملوش مع حد مشاكل، يعني راجل كان في حاله من الجامع للبيت لشغله لماتش كوره، مش اكتر من كده. ما كانش فيه خلافات وبينه وبين جيران، ما فيش مشاكل على فلوس مثلا، مش ممكن اي حد تاني، لكن مش احمد عطيه. عارف اللي هو ايه، بيجي الناس اللي بتيجي الدنيا وتمشي منها، ده ما ملوش بصمه، كان في حاله على الاخر، مش مشكله مع اي حد. احنا ما سمعناش ان في يوم مثلا زعق مع سواق اللي شغالين عنده. انت اخر مره قابلته امتى؟ قبل حتى الوفاه بيوم. ما كانش بان عليه مثلا في، ما قالكش انا مخنوق في مشاكل بينه؟ لا لا لا، هو كان تعبان. انا كنت اعرف من ابنه ان هو كان تعبان، وكشف له قبلها بيوم او بيومين بسبب موضوع القلب او الضغط حاجه زي كده. كنت كشف له بسبب يعني هو كان عنده، هو كان بدا يعني كان قلبه على ما كان ابنه بيتكلم، يعني كان قلبه تعبه او حاجه او ضغطه بيقل حاجه زي كده. طيب مفيش كان خلافات بينه؟ ما كانش فيه اي تفاصيل تخص يعني هو ابنه؟ حضرتك لما وصفت لنا او لما طلع التقرير ان ابنه كان بيقول ان عليه اثار خنق لما دخل عليه البيت ولقاه متوفي. الكلام ده مش من ابنه، الكلام ده قالوه الناس اللي طلعوا شافوا الحادث الاولاني. طبعا انت عارف كل الناس، كل واحد بيقول اللي بيتصور له خياله، لكن احنا في صدى ايه، تقرير الطب الشرعي لسه ما اتخرجش لغايه دلوقتي، ان لو خرج احنا اولى ناس ان عايزين الجثه بتاعتنا ندفنها. احنا عايزين الجثه بتاعتنا ندفنها، بس مش قادرين نقول احنا محتاجين ده ندفنه غير لما نلاقي القصاص. القصاص ده هيجي عن طريق تقرير الطب الشرعي والنيابه تقول كلمتها. احنا دلوقتي مستنين النيابه تقول كلمتها. وعلى اخر معلومات وصلتني من الناس اللي موجوده قدام النيابه ان لسه الولد ما تعرضش على النيابه دلوقتي، الراجل اللي موجود هناك دلوقتي. هل بتتهموا حد في او عندكم شك ان كان في حد مثلا كان مترصد له او مالوش خلافات مع حد؟ وحضرتك بتقول اللي هو مقتدر ماديا؟ راجل متيسر. حضرتك بتقول لي كان عنده عقارات، عنده يعني راجل ساكن في ميلكو وعنده عمارتين، عنده 2 ميكروباص، عنده عربيه ملاك ما بيتحركش بيها، راجل على قد بسيط، عارف اللي هو الراجل البسيط، يعني ما عندوش رياء، راجل بسيط. انا معايا بس ما عندوش الفشخره، انا راجل بتاع لقمه عيش. طيب هل كان لما كان في تواصل، انت قلت لي كان في خلافات ساعة الورث؟ ما كانش في خلافات؟ لا لا، ورثه مع مين؟ مع اولاد عمه والكلام ده؟ لا لا، المواضيع دي يعني الموضوع اللي اتفصل فيها من بدري من زمن، ما فيش خلافات. ممكن ناس توصل لكم كده، لا لا لا، فيش خلافات بين اولاد عمه خالص اطلاقا، ما كانش في خلافات عائليه تماما. لا لا لا، لا. ده راجل مراته متوفيه من 7 8 شهور،
وابنه منفصل عن مراته بقاله 8 سنين مثلا، هو عنده فهما عنده كام الاثنين سنة؟ هو حوالي 55 سنة متوفي، وابنه عنده كام سنة؟ يعني ما كملش الثلاثينات. حضرتك طلعت الشقة لما كان هو متوفي؟ لا وما اقدرش اطلعها برضو، ان انا اعرف الناس دي من بدري. عارف لما تلاقي اسرة عايشة وفجأة البيت ده بيتهد، وفاة ام، تعب ام وفاتها، وولد انفصل، والكارثة الكبيرة بقى لما الراجل اتوفى، بيت كان موجود وانا قريب منهم بقى مش موجود في لحظة. في يعني تفاصيل كتير اتقالت في القضية دي، انه في حد قتله كان تاجر سيارات او تاجر خردة، وكان هو على علاقة معاه في تعاملات مادية وكده، وحصل بينهم خلافات، وممكن يكون هو متهم في القضية دي. لا لا، العشرة اللي كانوا موجودين في قسم البساتين خرجوا منهم 9، مفيش غير ابنه دلوقتي اللي متحفظين عليه، وهو حاليا في النيابة، حاليا في النيابة، ان احنا عندنا محامي موجود معاه في النيابة دلوقتي مستني التقرير لسه ما طلعش، تقرير التقرير. لسه. ممكن ان شاء الله التقرير يبقى قدام النيابة، وكمان 10 دقايق كمان ساعة على اخر اليوم التقرير يظهر بشبهة جنائية او من غير شبهة جنائية. احنا دلوقتي متعلق الورق كله متعلق قدام النيابة، ونتفائل خير يعني. طيب انتوا حضراتكم بتطالبوا بايه؟ يعني انتوا ما بتتهموش حد لا لا، تماما، فيش او ما عندكوش احنا ما شك في اي نقدرش حد؟ نتهم حد ان الراجل ده ما كانش عنده نزاعات مع حد، لغاية ما التقرير الطب الشرعي يطلع اكيد هم اصدق من اي حد. لو هيبقى في شبهة جنائية يبقى التقرير الطب هيقول ان فلان او فلان او فلان، او بدون، احنا نتمنى على الله يكون بدون. حضرتك ما يعني كلام من لما سالنا الناس وسالنا حضرتك، ان الراجل ده كان متيسر ماديا الحمد لله، ربنا كرمه، ايوه كان معاه بدل العماره 2، بدل العربيه 2، ومعاه بدل الميكروباص 2 الحمد لله، تمام وفي نفس الوقت هو عايش في حاله. تمام منطوي كمان راجل من البيت للجامع تمام، لماتش كوره. ويعني حسن السيره يعني. طيب اكيد في تعاملات ماديه بينه وبين حد، يعني طبيعي جدا في اي حد بيبقى عنده ميكروباص، عنده طب عمارة، عنده اي حاجه. اقول لك على حاجه، واحد صاحب ميكروباص او سواق ميكروباص هيبقى مشاكله مع مين؟ دخل مشاكل مثلا داخلين ميكروباص مع حد، لا داخلين مش مشترك، معلوش شركة، هو معاه حتتين شغال عليهم هو وابنه، يا حاله متيسر. انا ممكن اجيب فردة كاوتش من فلان، قسط كل اسبوع بيدفع كذا، بيدفع ان على حد علم المباحث جابت الناس، والناس محدش قال كلمة في حقه وحشة، الراجل بيسد اللي عليه، ان هو كان راجل مطيع. يعني ايه اللي بينه وبينك؟ ايه، قرشين، ادي قرشك وادي قرشي. عشان كده بقول لك تاريخه اللي احنا عارفينه، عمره في يوم ما بنت له خصومه مع حد، سواء مش علامات خصومه. الاختناق اللي موجودة عليه دي، ان دل اللي هو اتعرض لسرقة. الشقه ما حدش قال ان اتسرق منها حاجه، يعني ما ابنه باب اكتشف، الشقة ابنه كمان. اللي اكتشف الجريمه ما قالش في محضر، ولا قال ولاد عمه اللي هم كانوا موجودين معايا ان انا الشقه اتقلبت مثلا، حتى مش ابنه الكلام ما ده. اتهمش قرايبه. لا لا لا، ما اتهمش حد، مالوش خصومه، يعني انا والدي مالوش خصومه مع حد. هتين مين؟ طيب حضراتكم يعني بتطالبوا بإيه؟ احنا عاوزين التحقيقات تخلص وندفن الراجل ونكرمه، مش هنقدر نضغط، بس بنقول يا ريت ننجز. من يوم السبت الراجل متوفي، من يوم السبت طبعا، اكيد ده الطب الشرعي بياخد وقته، نتمنى على الله يكون خلص النهارده. احنا بنشكر جدا حضرتك. بارك الله فيك، شكرا لزوجك. اعزائي المشاهدين متابعي المصر اليوم في كل مكان، كنا مع حضراتكم مع يعني ابن عم المجني عليه استاذ احمد عطيه رضوان. هو كان سائق ميكروباص 55 سنه، دخل عليه ابنه البيت لقاه متوفي وعليه اعراض خنق. طبعا اقاويل كتير اتقالت في القضيه دي، منها الناس قالت ان هو عده طعنات تم طعنه، في اللي قال هو اتعرض للسرقه من شريكه. طبعا احنا دلوقتي كنا مع يعني ابن عم المجني عليه استاذ عصام عز العرب، وقال لنا على لغز هذه القضيه، وحتى الان لم يتهموا احد. أعزائي المشاهدين، كان مع حضراتكم مراسلكم الكرشي حسن، وإلى اللقاء في لايف آخر.